اغلبيه الشرابيه بتعاني من حوالي اللي هي المكسره ومتدغدغه، مطبات بتتعمل عشوائي بتكسر العربيات، حاجات كتير قوي في الشرابيه ناقصه. مشاكل عندنا كلها هنا النظافه والشوارع مكسره كلها. احنا عندنا مشاكل كتير في الدايره، مبدئيا الزباله زي ما هي ما اتغيرتش، ما فيش حد بيشيل الزباله. المستشفى اللي قالوا هيعملوها ما عملوش حاجه، الوحدات الصحيه اللي كانت هتتجدد ما اتجددتش. منطقه زي الشرابيه والزاويه والمستشفى مثلا عشان نروح السيد جلال او كوتشينر. عندنا الصرف الصحي، الزباله، فاهمني، الصحه، هم دول اكتر ثلاث حاجات لاي حي شعبي في الدنيا. ما فيش هنا مستشفى، طول الليل بنتعب بنروح للسيد جلال ما بردوش يدخلونا، ما فيش اي حد مهتم بينا هنا، وكل اللي بيجي ينتخب هنا يقول لك هنعمل ونسوي، ولا حد بيعمل ولا اي حاجه. النهارده احنا بنعاني، ما فيش مستشفى عام. عندنا مستشفى اللي هي الزاويه العام، دي مش شغاله، لغايه الساعه 11 12 على الرواية. المفروض اللي هي عام 24 ساعه، المفروض في عمليات، في حضانات، والناس كلها بتعاني من موضوع حضانات ده، في ازمات جامده، وعندنا اطفال بتموت كتير لان مفيش حضانات، والمستشفى فيها حضانات جوه مقفوله مش عارفين ايه السبب. انا كشاب، مركز شباب عندي ضعيفه، الصحه عندي ضعيفه، انا اقرب مستشفى عشان اروح دلوقتي السيد جلال. لو حصل لي اي حاجه طوارئ بالليل لازم اروح السيد جلال، بتبعد عني بتاع نص ساعه مثلا. بعد الساعه 12 ما تلاقيش المستشفى شغاله. احنا بنعاني من الصحه، مفيش خدمات خالص نهائي. انا ابني لما بيتعب بالليل ما بليش استقبال في المستشفى. لو عندي ابن، مرات ابني او بنتي بتولد بالليل، مفيش استقبال في المستشفى. عندنا مستشفى اليوم الواحد سلام عليكم بفلوس، سلام عليكم، عايزين كام، هتدفع كام. بنروح مستشفى سيد جلال اللي باخر الدنيا هي اللي بتستقبلنا، وبتستقبلنا بالعافيه. مفيش، احنا بنعاني. دي حضرتك مستشفى بس اسم مستشفى، لكن مفيش مستشفى، دي مستشفى مبنيه وخلاص. لكن دكاتره، معلش وعلى احترامي ليكي، دكاتره هو اللي شغالين في المستشفى دي، العمال والناس اللي ماسكه المستشفى. لكن دكاتره تيجي تمضي، وزي ما تيجي تمشي.